الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في يوميات أسرة بسيطة. النهاردة هنبتدي يومنا بإشراقة، هنبتدي يومنا على البحر وسط الخضرة وسط البحر. بصوا الجمال دي، طبعا ده مكان ورايا كده وفي خضرة، وده كمان كده البحر. فطبعا المنظر جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين. فهنبتدي الفيديو بقى مع بعض، ما تنسوش بقى اللايك وسبسكرايب. صباح جميل مليء بالتفاؤل، مليء بالطاقة الإيجابية، في خروجة كده على السريع كده على البحر وعلى شط اسكندرية، ونشوف هنروح ايه تاني. خليكم في الجولة معانا دي، هتنبسطوا جدا وكأنكم خرجتوا معانا. بصوا الحاجة الواسعة دي اصلا بتجيب رحابة كده في القلب، ويعني القعدة اصلا جنب البحر دي لوحدها يعني بتغير النفسية. فزي ما احنا نفسيتنا هتغير، لازم كل حاجة حلوة تحصل لنا تحصل لكم انتوا كمان ان شاء الله. خليكم معايا بقى في الجولة دي بإذن الله، هتنبسطوا جدا ان شاء الله. بصوا يا جماعة، احنا دلوقتي قدام شاطئ السراي العام بوابة 2. بصوا بقى الأسعار الأيام دي حلوة ازاي، عشان لو في ناس قاعدة على فكرة على البحر ايه عايزين. بصوا الكرسي ب 3 جنيه، الشمسية ب 3 جنيه، الترابيزة ب 3 جنيه، فطبعا قاعدة حلوة خالص. بصوا الناس قاعدة، جو اسكندرية حلو، احنا في شهر 11 اهو والجو جميل والناس قاعدة، ويعني الحمد لله. وادي علم مصر اهو، ده برضو شاطئ. احنا ماشيين بقى على البحر كده مع بعض، ده برضو شاطئ تاني اللي هو شاطئ ابو هيف بوابة 2. ده 7 جنيه شامل الكراسي والشماسي اهو. بصوا بقى اللي بقى عايز بقى يجي يفطر هنا على البحر، بصوا الجمال. اللي عايز يجي بقى قبل ما الدنيا تشتي بقى، وقبل ما الجو بقى يتحول والبحر ده يطلع بره، بصوا شايفين الكراسي اللي هناك دي، انا عايزه اقربها لكم، شايفينها؟ انا بقربها اهو، ترابيزات وكراسي على شط اسكندريه وعلى جمال شط اسكندريه. بصوا عايزين تقعدوا في الخضره موجود، عايزين تقعدوا في الميه هناك يعني عند الميه قدام البحر. وبصوا اللون، بصوا اللون. طبعا احنا بنتمشى علشان رياضه، وفي نفس الوقت بنشم هواء نقي والنفسيه كده تتغير شويه. انتوا عارفين لازم من كل فتره والتانيه الواحد يغير في النفسيه شويه. احنا دخلنا اهو شاطئ تاني، بصوا عايزين نفرجكوا على الميه، الميه رايقه. بصوا الجمال، يعني لو اي حد حتى واحنا في الشتاء كده عايز يجي مثلا اسكندريه في الوقت ده، يجي ويقعد وينبسط واخر انبساط. والقعده اهي، الناس بصوا قاعدين هناك اهي، الناس بقى الرايقه بقى اللي عايزه. وفي ناس على فكره نزلت الميه اهي، نازله الميه. بصوا المنظر، مش هتتكلفي كتير، يعني مش هتتكلفي كتير، حاجه سهله وبسيطه والواحد ينبسط يعني. بصوا انا الميه عجباني، انا عايزه انزل، انا عايزه انزل. بصوا بقى، بصوا الجمال، خليكم بقى معانا. طبعا ده الاتوبيس برضو اللي هو ابو دورين اللي مشهوره بيه اسكندريه اهو، اللي بيفرج البحر كله. طبعا احنا دلوقتي قدام بير مسعود، ده موجود عندنا في اسكندريه. بيعتقد الناس يعني ان اي حد بيبقى جاي مثلا بيرمي فيه عملات معدنيه اللي هي الكوين دي، ويتمنى امنيه. وفي اعتقاد ان يعني ايه، لما بترمي العمله المعدنيه دي مع الامنيه بتتحقق. طبعا دي معتقدات وكده، فبتبقى برضو مكان يعني الناس كلها عارفاه بكده، بير الاسرار بقى. بير مسعود ده بير الاسرار، بس هو على البحر برضو. بصوا نصه شمس نصه ظل. بحر اسكندريه الجميل. هنا بقى كده احنا قعدنا في مكان، طبعا في هنا اماكن للقعاد عشان اللي عايز، اللي هي زي الكباين الصغيره دي، وعليها بقى حاجات نقعد عليها يعني، اسمنت كده. وقدامنا بقى البحر، قدامنا برضو خضره اهي. قعدنا بقى قلنا نستجم شويه في الظل كده يعني، قبل بقى ايه ما نمشي قلنا نستريح شويه. مشينا حلو جدا يعني. إيه هنبتدي بقى ناكل. جبنا شويه حاجات ومشروبات كده هناكلها باذن الله، ونكمل بقى ايه، نكمل البحر بقى ونشوف هنروح فين تاني. خليكم بقى معانا. طبعا انا هنا بحاول ان انا اخد سيلفي، وكانت الكاميرا معكساني جدا، وبحاول يعني اخد من كذا زاويه.
بس حبيت انهي الجولة دي معاكم، يا رب تكون عجبتكم كده وعطتكم طاقة إيجابية. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب. شكرا، والسلام عليكم.